الله هنشوف مع بعض ازاي نحول اي موديل لاوجمانتد رياليتي. الاوجمانتد رياليتي يعني عالم افتراضي بيدخل مع العالم الواقعي، بحيث ان انا اشوف الموديل المتخيل اشوفه على اي ورقة مرسومة 2D، اشوف الحاجة 3D زي ما شرحناها كذا مرة في المدونة اللي هي مهووس البيم. طيب لو انا عندي موديل زي دوت، سواء موجود على الريفت او موجود على الماكس او موجود على الاوتوكاد، كل الفكرة بس او المشكلة او ملخص الموضوع كله ان انا احوله لامتداد يقبله برامج الاوجمانتد رياليتي. يعني كل الفكرة ان انا اشوف امتداد يقبله. اغلب البرامج بتاعت الاوجمانتد رياليتي او اغلب المواقع بتقبل الامتداديات اللي هي الكي ام زد والزد اي اي والاس تي ال والدي اي اي والاوبجكت، تمام. فبالنسبة مثلا للريفت ممكن اجي هنا اقول له انا عايز التطبيقات اللي شغال عليها الريفت اكسبورت. انا لقيت تقريبا 5 6 تطبيقات بحول الامتداد ديت، تمام. كان من ضمنهم برنامج اليومن اكسبورت، اليومن هو بيصدر الامتداد دوت، بقول له اكسبورت، تمام، بدون اي مشاكل خالص بيقول لي انا هديك الامتداد اللي هو الدي اي اي، تمام. فمجرد ان انا عملت اكسبورت من دوت لليومن خلاص بقى عندي امتداد يقبله الاوجمانتد رياليتي، تمام. وفي قلب الموقع بتاع اوتوديسك لقيت حاجات بتصدر للاس تي ال، لقيت حاجات بتصدر للاوبجكت، موجوده كتير. ولو انت دورت في الموقع سواء في الجزء الخاص بال 3 دي ماكس او بالاوتوكاد او في الارشكاد هتلاقي في ادنس كتيره بتصدر للحاجات ديت، تمام. هو مديك كذا امتداد، اي امتداد فيهم بيقبله، الدي اي اي الاوبجكت الاس تي ال الزد اي اي الكي ام زد. فبقول له اد موديل وابدا اضيف الموديل بتاعي، تمام. الموديل انا كنت حاطه على عمر سليم وورك ماي وورك، انا فاكر انا كنت حاطه هنا اهو، تمام. فبقول له اوبن، فبيبدا يرفع الملف دوت. لما بيكمل رفع بيديني الصوره اللي عن طريقها اقدر بمجرد ان انا اوجه الموبايل بتاعي يبدا يظهر لي الشغل ويبدا يظهر لي الحاجه 3D، تمام. بيديني حاجه كده، ممكن اقول له انا عايز اشير على الفيسبوك، انا عايز اعمل لها شير، عايز ابدا اشوفها. طيب خلينا ناخد الداتا ده مثلا واقول له انتقال الى، تمام. دي ملخص القصة كلها أو حل المشكلة كلها، إن أي حاجة عايز تعملها مجرد بس إن أنت بتحول الامتداد اللي يقبله البرنامج، تمام. بعد كده بسطب البرنامج عندك، أدوا البرنامج ممكن أجيبه من هنا جوجل بلاي، كده أنا وصلت البرنامج. مجرد إن أنا سطب البرنامج عندي على الموبايل وأوجهه للصورة دي أو للصورة دي يبدأ يشتغل معايا. أظن كده الفكرة وصلت، تمام. ده البرنامج لأوجمانتد، وده الموقع اللي هو أوجمانتد دي اي في، تمام. وده الصورة اللي المفروض إن أنت تطبعها أو الصورة دي تطبعها يبدأ يظهر لك الشكل كله. إحنا جربنا الموضوع دوت أنا والمهندس عبدالله إسماعيل واشتغلت معانا الحمد لله.